في مجال الطاقه، ولكن التعليم هو يعتبر الاساس الذي يربطنا بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه. لقد تطور من خلال الدراسات لكي نعمل على تغذيه هذا، ومن خلال الدراسات التي تصب في مصلحه المجتمع ايضا. هناك تغيير كبير جدا، ولهذا والذي يعمل على فهم العلاقه والاطر التعاون بين الدول بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه الامريكيه، لا سيما في عندما نتكلم عن ثروه الصناعه الرابعه التي يجب ان نجعل انفسنا من خلالها ايضا. الطلاب السعوديين ما زال حتى الان يقومون بدراسه في الولايات المتحده الامريكيه من خلال المجالات العديده، وحتى يعملون ايضا في العديد من الاماكن المرموقه في الولايات المتحده الامريكيه، سواء كان ذلك في ناسا بالاضافه الى المراكز البحث العلميه الاخرى المرموقه ايضا. وكما نعلم جميعا بان المملكه العربيه السعوديه ايضا قد تغيرت تغيير كبير جدا، وما نستطيع ان نشاهده الان حولنا ايضا، وانا ارى العديد من التغييرات بنفسي. وفقط في الوقت الذي قضيته هنا السنه الماضيه والنصف، هذا يحتاج الى الدعم، هذا يحتاج من خلال عمليه توسيع فرص التعليم. نحتاج ان نقوم باباطه لثمن كافه التحديات التي تعتري تلك المرحله وصور الصناعه الرابعه، وذلك فالطلاب لديهم الان الفرصه كبيره، منح الفرصه للطلاب وانا اعتقد بان هذا حال الدور هذه الجامعه يو بي تي لكي تقدم تلك الفرص للتعليم المتميز، لا سيما في تغيير البيئات. وكجزء من الرؤية 2030 وحيث لتنمية الاقتصاد السعودي، وأن التعليم أيضا سوف يكون في المقام الأول أعتقد، ورؤية 2030 تركز تركيزا كبيرا جدا على التعليم بالإضافة للمجالات الأخرى المختلفة، سواء كان ذلك في الجانب اللوجستيات والسياحة والزراعة بالإضافة للمجالات العلمية. ولذلك فإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد تدرك أهمية تلك الرؤية 2030. السعوديين الذين قد تخرجوا من الجامعات الامريكيه سوف يكونوا قادرين ان يبداوا اعمالهم على سبيل المثال، من يعملوا في الحكومه ويعملوا في كافه المجالات وفي كل مكان في المملكه العربيه السعوديه، سواء كان ذلك مهندسين اطباء واساتذه وعلماء ورواد اعمال.